بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي طلاب الصف الثالث الاعدادي، النهارده ان شاء الله هنبتدي نوضح لكم جزء مهم قوي، كتير قوي بتستصعبوه في حته في منهج ثالثه اعدادي الترم الاول، وهو الرسومات. اول حاجه هنبتديها في الفيديو ده ان شاء الله رسم المرايا او رسم تمام حاله الجسم المتكونه او حالات الصوره المتكونه امام او موضوعه امام مرآه مقعر. اتفقنا كده يا جماعه؟ طيب هنوضح ازاي برسم. في مشكله بتقابلني اوكي كتير مننا يا جماعه، عشان خاطر ما استخدمش ادوات كتير او استخدمش المسطره الفتره السنين اللي فاتت استخدام بقى دقيق وكده، فالنهارده هنوضح ازاي ارسم وباسهل طريقه بفضل ربنا شفتها، يعني انها ايه طريقه مناسبه ليكم كلكم. تمام، هنرسم بقى ايه يا جماعه المرايا. طبعا احنا عندنا المقرر في المنهج عندنا رسم المرآه المقعر. طيب المرآه المقعر بتترسم ازاي يا شباب؟ طبعا موجود في كتاب المدرسه وكتاب الامتحان ان احنا ممكن نرسمها باستخدام البرجل. مشكله البرجل انها يعني عارف انت طلبه كتير بيكسلوا يستخدموه. تمام، تماشيا مع هذا الايه المطلب هنستخدم المنقله. لازم نستخدم المنقله عشان خاطر ارسم بيها المرآه المقعر. طيب هستخدمها ازاي؟ طيب ملقاه عاديه جدا بسيطه زي كده، والمسطره بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. تمام، هم دول الادوات اللي هنستخدمهم في رسم الايه المرآه المقعر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عندي يا جماعه ثلاث نقط في المرآه المقعر. اول نقطه هي عباره عن قطب المرآه، تعرفها هي نقطه وهميه تتوسط السطح العاكس. اوكي طيب، دي تاني حاجه مركز التكور، ثالث حاجه البؤر. طب بعمل ايه؟ بمسك المنقله بالشكل ده. بص حضرتك شايف انت الخط ده يا شباب؟ تمام، الخط اللي عند رأي 90 والخط اللي عند ايه الصفر، هتحطهم الاثنين بالظبط كده على السطر وتسحب قوس، تعمل قوس صغير او بقلم رصاص. يا جماعه يفضل قلم رصاص يكون ايه قلم خشب، اتفقنا؟ عشان الخط بيبقى تخين وباين. وتيجي عند النقطه اللي في النص هنا بالظبط تعمل قاف. اوكي، انا دلوقتي هتابع معاكم المبدا البسيط المنتشر معنا قوي، ان البعد البؤري عين هتساوي 3 سنتي. بالبعد البؤري كام؟ 3 سم. اشمعنى 3 سم؟ لان ده المشهور معانا يا جماعه، وده الايه؟ اكتر حاجه عندنا مشهوره في المنهج، ليه؟ بتناسب ابعاد ورقه الاجابه. طيب هل لو البعد البؤري اتغير ممكن ارسم؟ البعد البؤري 2 سم شغال، ارسمه 2 سم وبنفس المبادئ بتاعتنا. البعد البؤري 1.5 اكتر، جميل. طب البعد البؤري بتاعي 20؟ لا صعبه دي، ورقه الاجابه بتاعت الامتحان مش هتنفع. ولاحظ ان انا برسم في مقطع كبير، ورقه كبيره قد ورقه اجابه الامتحان بالظبط. طيب البعد البؤري بتاعنا 3 سم، معنى كده ان ضعف البعد البؤري. تمام، يعني المسافه من القاف ومركز التكور هتبقى كام؟ هتبقى 6 سم. طيب نجيب المسطره الجميله بتاعتنا، الخط بتاع الصفر، الخط بتاعي يا جماعه الصفر، احطه عند قاف. اوكي، واسحب خط كبير قوي عرض الصفحة. اوكي، الخط ده عبارة عن ايه؟ ده اسمه المحور الاصلي. قلت البعد البؤري بتاعنا 3 سنتي، فمن الظبط من عند قاف اقيس 3 ايه؟ سنتي. يبقى نقطة عند الايه؟ رقم 3، عند الخط بتاع رقم 3. بعد كده نقطة عند الخط بتاع رقم 6. اتفقنا كده يا شباب؟ ما بحطش عند رقم 3 او احط عند رقم 6، لا، الخط بتاع رقم 6. اتفقنا كده يا جماعة؟ فبالتالي الخط بتاع الصفر احطه عند قاف. بعد كده الخط بتاع الثلاثة احطه عند ايه؟ نقطة نقطة، ده اللي بتسميها ب. والخط بتاع الستة احط كمان نقطة بنسميها م. يبقى انا عندي كده الثلاث نقط الموجودين في المرآة الايه؟ المقعر. اوكي؟ اوكي. دي بتوضح ان ده ظهر المرآة. طيب انا بتعامل بواحدة اسمها البعد الايه يا جماعة؟ البعد البؤري. طب جميل. وضع الجسم على مسافة تساوي البعد البؤري. فالجسم اتحط فين؟ اتحط عند ب. وضع الجسم على مسافة تساوي ضعف البعد البؤري. يعني وضع الجسم فين؟ عند مين؟ وضع الجسم على مسافة تساوي أكبر من ضعف البعد البؤري، مش ده البعد البؤري؟ ده ضعف أكبر من ضعف البعد البؤري، يعني بعد مين؟ ويجي لك صيغة تانية تقول لك إيه؟ إذا كان البعد البؤري 3 سم، فضعف البعد البؤري كام؟ 6. وضع الجسم على بعد 9 سم من مرآة مقعرة بعدها البؤري 3. طيب يعني 9 سم، البعد البؤري 3، ضعفه 6. تمام كده يا جماعة؟ يبقى الجسم اتحط على بعد كام؟ 9، يعني بعد مين؟ أوكي. عشان تتكون الصورة محتاج شعاعين، محتاج يا جماعة شعاعين بالإيد دي حلو، محتاج شعاعين. عندما تتلاقى الأشعة تتكون الصورة، عندما تتلاقى الأشعة تتكون الصورة، تمام كده؟ طيب أو امتداداتها، فبالتالي تتلاقى الأشعة تتكون صورة حقيقية.
يعني ايه صوره حقيقيه؟ اي يمكن استقبالها لحال وانت شفته معانا وعملناها تجارب في الحصص بتاعتنا. اتفقنا كده يا جماعه؟ واستقبلنا صوركم انتوا على الحائل. حائل كان ورقه او حيطه بيضاء. اوكي. عندما تتقابل الاشعه تتكون ايه يا جماعه؟ الصوره. طيب عندما تتلقى امتدادات الاشعه تتكون صوره برضه، بس صوره ايه؟ تقديريه، يعني لا يمكن استقبالها على حائل. طيب انا هنا يا جماعه هاخد اول حاله بتاعتنا خالص ومشهوره جدا. اذا كان البعد البوري كام؟ 3 سنتي. وده جسم على بعد كام يا حبايبي؟ 8 سنتي. اوكي. البعد البوري 3 يبقى ضعفه كام؟ 6. وده على بعد 8، يعني بعد مين؟ اقيس من القاف. بص حضرتك اهو 8 سنتي عند الخط بتاع 8. اخد ارتفاع الجسم يا جماعه. الجسم بتاعنا بنمثله بسهم، السهم زي ما حضرتك شايف اهو. اتفقنا؟ هاخد شعاعين. اول شعاع اتفقنا انه بياخد بيسير موازي فبينعكس مره من البؤره، وباخد شعاع مره من البؤره فبينعكس موازي. بص حضرتك اهو، باخد شعاع مره موازي للمحور الاصلي. ما بشيلش يا جماعه سن الالم، ما بشيلش سن الايه؟ الالم. والف المسطره عليه، اول ما يجي عند ب زي ما حضراتكم شايفين كده اعمل له انعكاس، يبقى سقط الشعاع يا جماعه. باخد الشعاع من عند الجسم، بيسقط الشعاع موازي بينعكس مره بين بؤره. بعد كده باخد شعاع تاني برده من الجسم مره من البؤره بينعكس يا شباب موازي، اهو سقط اهو مره من البؤره. موازي لايه بقى؟ طبعا يا حبايبي انا موازي لاي سطر في السطور، من السطور، لان انا راسم المحور الاصلي على السطر، فبالتالي بيتوازي مع اي سطر. وعندما تلاقي زي ما حضراتكم شايفين الاشعه اقف، اول ما الشعاعين يتقابلوا مع بعض اقف، وهو تلقى الشعاعين تكونت الصوره. يبقى انا عندي هنا يا جماعه ادي الجسم وادي الصوره. طب والخط الزياده امسحه. طب في مشكله لو ما مسحتوش؟ ما فيش ان شاء الله اي مشكله، بس يفضل يبقى شكل رسمتك يبقى محترم، يبقى حاجه كده جميله، المصحح هيشوفها جميله كده يا حبايبي. رسمت مرآه مقعره، وضع الجسم على بعد اكبر من ضعف البعد البوري، يعني على هنا في الحاله دي على بعد 8 سنتي، فتكونت صوره. يبقى هنا خواص الصوره مالها يا جماعه؟ حقيقيه. اشمعنى حقيقيه؟ لانها تكونت نتيجه تلاقي الاشعه. تاني حاجه مقلوبه. ليه مقلوبه؟ لانها صوره حقيقيه، الصوره الحقيقيه دايما مقلوبه. في الحاله دي يا فندم هي مكبره ولا مصغره؟ لو حضرتك لاحظت ان الجسم ارتفاع سطرين تبقى الصوره ارتفاع سطر واحد، فهنا كده يا جماعه يبقى مصغره. دي خواص الصوره، خواص يا شباب، خواص الصوره. طب موضع الصوره فين يا فندم؟ تتكون الصوره على بعد اكبر من البعد البوري واقل من ضعفه، يعني بين البعد البوري ب وميم. لازم الصوره تتكون بين ب وميم، ولازم تكون حقيقيه يعني مقلوبه، وبالتالي تكون مصغره في هذه الحاله، في هذه الحاله. خلي بالكم يا حبايبي، نفس المبدا بالظبط هنعمله في الحاله اللي بعدها. لاحظ ان قلم رسم كله بالقلم الرصاص العادي جدا. بص اهم حاجه ليه؟ خط تدخين يا جماعه هيبان للمصحح وهو بيصحح. طيب اوكي، نيجي بقى للحاله الثانيه يا شباب، برضه هنرسم نفس الفكره. بص حضرتك اهو، ادي هنا قاف، خد بالمرآه، اسحب خط كده يا شباب. صلى الله على حبيبك رسول الله، قول اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يلا يا حبايبي، عندي الخط بتاع الثلاثه احط نقطه، طبعا الخط بتاع الصفر حطيت عند ايه؟ نقطه بتاعت قاف. والخط بتاع الثلاثة حطيت نقطة، والخط بتاع الستة حطيت ايه؟ نقطة. يبقى كان عندي البعد البوري 3 سنتي، ادي كده ب وادي كده م. احط جسم فين يا باشمهندس؟ احط جسم بين ب وم. نفس المبدأ بالظبط يا شباب، ده الجسم اهو حضرتك. هتاخد ايه يا باشمهندس؟ هتاخد شعاع، يلا ها موازي. ماله يا جماعة؟ ما شيلش سن القلم، ما شيلش سن الايه يا شباب؟ القلم. اوكي؟ اهو سن القلم عند ايه؟ الشعاع الضوئي الموازي للمحور الأصلي. اول ما يوصل عند المرايه اقوم اظبط الايه؟ المسطره بتاعتي، يمر بايه؟ ب. يبقى سقط شعاع ضوئي موازي للمحور الاصلي ينعكس مره بالبؤره. خد شعاع مره بالايه؟ بالبؤره. ماله يا شباب؟ ينعكس موازي زي ما حضرتك شايف اهو. جميل. تلقى الشعاعين زي ما حضرتك شايف اهو، تكونت الصوره. بص يا باشمهندس اهو يا فندم، والزياده بكل شياكه كده تمسحها حضرتك. اوكي تمام. ايه يا فندم؟ ده الجسم وادي الصوره. اسال سؤال، هل الصوره هذه حقيقيه؟ هتقول لي نعم. اشمعنى؟ لانها تكونت نتيجه تلقي الايه؟ الاشعه. صح كده يا جماعه؟ تمام. تاني حاجه، هل هي ايه؟ مقلوبه؟ نعم، لانها صوره حقيقيه. تالت حاجه حبايبي، يبقى هنا الصوره مالها؟ حقيقيه.
اوكي مقلوبه. مش السؤال هل هي مصغره ولا مكبره؟ الجسم ارتفاع سطرين، تبقى الصوره بص حضرتك قد ايه؟ لا الصوره مكبره. فهنا خواص الصوره، خواص الصوره مالها يا فندم؟ حقيقيه. اوكي مقلوبه ايه يا جماعه؟ مكبره. هي مقلوبه يا شباب؟ مكبره. موضع الصوره فين يا فندم؟ موضع الصوره على بعد اكبر من ضعف البعد البؤري، يعني بعد مين؟ بعد مين اللي هو بعد مركز التكون. تمام، يعني اذا كان البعد البؤري 3 سم ووضع الجسم بين ب وميم على بعد مثلا 5 سم، تكون الصوره على بعد اكبر من كام؟ اكبر من 6 سم. اشمعنى البعد البؤري لو 3 وضع الجسم فرضا على بعد 5، يعني اقل من البعد البؤري، اقل من ضعف البعد البؤري واكبر من البعد البؤري، تتكون الصوره فين؟ بعد ميم. تعالوا ناخد يا جماعه الحاله الثالثه. هنا بقى الحته دي يا شباب محتاجه منك تركيز. لو وضع الجسم عند مركز التكور، اوكي يا شباب بص بقى هنا الحته دي بقى ايه فيها سيكه كده ايه تركيز. يعني بص حضرتك ادي هنا قف، بص يا هندسه اهو، بص يا باشمهندس اسحب كده المحور الاصلي، هنا عند 6 وهنا عند ايه 3. بص يا حضرتك ادي ب وادي ايه يا فندم وادي مين. هحط الجسم فين؟ عند مين؟ بس هستأذنك بس هجيب الايه؟ الميم على جنب شويه. هنا حبايبي في فيه حته مختلفه شويه، مختلفه عن الرسمه اللي فاتت في نقطه صغيره، ايه هي؟ لما احط الجسم عند مين هتتكون الصوره فين؟ عند مين برضه؟ تكون الصوره فين يا جماعه؟ عند مين برضه؟ وايه؟ ومساوي، فبالتالي في الحاله دي لما ارسم الجسم اهو سطرين فوق ارسم الصوره تحت سطرين تحت. انت فاهم كده يا رجاله؟ اهو سطرين فوق تديني سطرين ايه؟ تحت. اشمعنى؟ لان الحاله دي الوحيده عند وضع او عندما يوضع الجسم، ادي هنا الجسم وادي هنا الصوره، عندما يوضع الجسم على بعد يساوي ضعف البعد البؤري تتكون الصوره مالها يا شباب؟ ضعف البعد البؤري. تمام، تتكون الصوره عند برضو مين؟ يعني عند ضعف البعد البؤري بس مالها اسفله، فبالتالي صوره حقيقيه. فبالتالي موضع الصوره اوكي ثابت، ما ينفعش يتكون غير عند مركز التكور. تاني حاجه حجمها مساوي للجسم الاصلي، فبص حضرتك فبترسم الجسم وتحت صورته على طول، فباخد شويه موازي هينعكس اهو مره من البقره. بص حضرتك زي ما حضرتك شايف اهو، هاخد شويه تاني مره من البقره هينعكس موازي. اوكي يا شباب اهو، فهنا اهي خواص الصوره سهله مالها يا باشمهندس؟ حقيقيه. تمام، مقلوبه يا حقيقي انا مقلوب حقيقيه مقلوبه مالها يا شباب بقى؟ مساويه. اذا كان الجسم يا فندم هي مقلوبه يا شباب مساويه، اذا كان الجسم طوله 3 سم فحجم الصوره تمام او طول الصوره برضه 3 سم. اتفقنا كده يا جماعه؟ اوكي. وضع الجسم عند فين؟ حط الجسم بعد مين؟ حط الجسم عند مين؟ حط الجسم بين ب وميم. تيجي نحط الجسم عند ب؟ قال لك في حته شيك قوي قلتها لكم يا شباب واحنا بنشرح، يقول لك ايه؟ وانا ممكن اقف قدام مرايه ما اشوفش صورتي؟ قال لك ممكن. وريتها لكم عامل يا جماعه عملها لكم بالمعلقه لو انتم متذكرين. ازاي يا مستر اقف قدام مرايه ما اشوفش صورتي؟ هو النور كان قاطع؟ لا النور كان شغال. عينيا كنت مغمضها؟ لا عينيا مفتحه. ربنا يحفظ لكم نظركم جميعا يا رب. تمام، امال يا مستر ايه ما شفتش صورتي دي؟ لان في الحاله دي يا باشمهندس مش انا اتفقت معاك في اول الفيديو ان قلت لك متى تتكون الصوره؟ تتكون الصوره امتى يا جماعه؟ عند تلاقي الاشعه او امتداداتها. الاشعه تلاقت صوره حقيقيه، الامتدادات تلاقت صوره تقديريه، صح كده يا جماعه؟ طب لو ما تقابلوش لا تتكون صوره، اهي نفس خواص يا باشمهندس الرسمه اللي فاتت. بص عند الخط بتاع الثلاثه حط نقطه، عند الخط بتاع السته حط نقطه، ادي ب وادي م. درب نفسك، اتفرج على الفيديو اكتر من مره، عيد الحته مره واثنين وثلاثه، هي ايدك رسمت مره اثنين ثلاثه، ما تزهقش، انتوا جيل بيزهق، ما تزهقش. شجع نفسك، بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله كده، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابتدي ارسم. هتلاقي نفسك الدنيا معاك زي الفل. خلي بالك كنت داخلين على ثانويه عامه، يعني محتاجين رجاله. اوكي يا شبابنا؟ طيب. احط جسم فين؟ اذا كان البعد البؤري بتاعنا 3 سم، عين بتاعتنا هتساوي 3 سم، قلنا ده البعد البؤري المشهور للناس اللي بتنسى. تمام، احط جسم عند ب. ماشي يا باشمهندس؟ اهو.
هاخد شعاعين. اول شعاع يا حبايبي موازي زي ما اتفقنا، اوكي، هنعكس ماله يا رجاله؟ مرة بالبقرة اهو. هاخد شعاع تاني مرة بالبقرة؟ لا مش هينفع بقى، مش يعني اصلا انا واقف على البقرة هخليه يمر بالبقرة ازاي؟ فبالتالي في الحالة دي يا شباب هاخد شعاع مرة بمركز الايه؟ التكور. طب احنا اتفقنا ان الشعاع المار بمركز التكور بيرتد على نفسه، بيرتد عليه يا جماعة نفسه، يبقى انا عندي الشعاع الموازي للمحور الاصلي، تمام، يسقط على المرآة المقعرة موازية للمحور الاصلي بينعكس مرة بالبقرة، والشعاع سقط مرة بالبقرة بينعكس موازي للمحور الاصلي. طب لو سقط مرة بمركز التكور يرتد على نفسه، علل، يعني زاوية السقوط بتساوي الانعكاس بتساوي صفر. لو حضرتك بصيت هنا اهو هتلاحظ يا فندم بالشكل اللي حضرتك شايفه ده اهو، خرجوا متوازين. بص حضرتك اهو سقط كده ارتد كده. اه ايه يا مستر ده؟ ده الشعاعين خرجوا متوازين بالفعل. قال لك ايوه، مش هتتقابل قدام المرايه ولا خلف المرايه، فهنا هنا يا جماعه خواص الصوره، لا يا جماعه لا تتكون صوره. السؤال بقى ليه حضرتك كتبت لي خواص الصوره؟ آه هنا بقى يجي لك في الامتحان ساعات يوقعك، يشوفك انت راجل فاهم ولا حفظ. انا راجل فاهم يا مستر وزي الفل، اوكي. فبالتالي عندما اذا كان البعد البوري لمرآه مقعره 3 سم، وضع الجسم على بعد 3 سم من مرآه مقعره بعدها البوري 3، اذكر خواص الصوره. خواص الصورتين للدلاله تكون صوره، صح كده يا فندم؟ طيب بعد الصوره حضرتك ما فيش صوره تتكون، على فبالتالي مش هيكون لها بعد. ليه؟ لان الاشعه الضوئيه تخرج متوازيه الى ما لا نهايه. نيجي بقى يا جماعه الحاله ايه؟ الثالثه او الحاله الاخيره، مش الاخيره قوي يعني، في حاله كمان لذيذه كده تبقى برده حلوه، اوكي. اذا وضع الجسم على بعد ماله يا شباب؟ ايوه، اقل من البعد البؤري. ودي بنلاحظها بقى احنا كتير بيه في المرايات، بالاخص الشباب والبنات. البنات وهي بتظبط الطرحه بتاعتها عند المرايه يا مستر بتكبر، ايوه بتكبر وشي ليه؟ اوكي، لانها مرايه مقعره. بتكبر ازاي ده حضرتك؟ ده كل الحالات اللي احنا درسناها صوره مالها مصغره او مكبره او مقلوبه، وانا ببص في المرايه بشوف صورتي معدوله وكبيره. جميل، ليه بتحصل؟ نفس المبدا بتاعنا. الحاله دي يا جماعه لما تيجي ترسم يعني ايه، خلي المرايه تقريبا في نص الصفحه، اوكي، عشان الصوره تتكون خلف الايه، المراه، او خلف السطح العكس، لانها تتكون نتيجه تلاقي امتدادات الاشعه. طب انا هعرف منين؟ ما حضرتك نتيجه مذاكرتك ونتيجه انك بقى ايه رسمت كتير، فانت عارف الصوره هتطلع فين قبل ما ترسمها، عارف خواص الصوره قبل ما ترسمها. فبالتالي كتر الرسم احنا وراناش حاجه دلوقتي، كلنا قاعدين في البيت، تمام، وعاملين يعني ايه عزل في البيت كده عشان خاطر ربنا يحفظنا ربنا من كل شر، اوكي. فبالتالي لا، انت اصبر على نفسك. الفرق بين الطالب المتفوق والطالب المتسرع، هقول لك بقى، مش هقول لك فاشل، لا متسرع، ان المتفوق بيصبر على نفسه، بيدي نفسه الصبر، إيه لا انا هرسمها انا هعملها ان شاء الله سهله. لكن الطالب الثاني متسرع جدا، فبالتالي بيبقى ايه خايف وكده. لا ما تزهقش براحتك، قول بسم الله الرحمن الرحيم كده هتلاقي نفسك هديت، وان شاء الله رسمت وبقيت زي الفل بفضل الله. طيب نيجي هنا يا فندم، البعد البوري كام؟ عين، احنا اتفقنا 3 سم. طيب وضع الجسم على بعد 1.5، وضع الجسم على بعد اقل من البعد البوري، يعني بالحاله دي يا باشمهندس وضع الجسم على بعد اقل من البعد الايه؟ البوري، اوكي. هعمل ايه يا شباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد شعاع موازي. بص حضرتك اهو ينعكس مرة بالبؤر، سقط موازي اهو ينعكس مرة بالبؤر. هاخد شعاع تاني يا فندم مرة بمركز التكور. لو حضرتك بصيت معايا اهو، طبعا ده سقط كده هيرتد على نفسه. السؤال، هل الشعاعين دول هيتقابلوا؟ مستحيل، هما ما يتقابلوش، بس امتداداتهم تتقابل. امتداداتهم هما يا جماعه هتتقابل ازاي؟ اهو لحضرتك هتشوفها هنا. شفت انا حطيت الشعاع ازاي؟ المسطرة على الشعاع كله من اوله لاخره يا جماعه، ما بلاش فهلوه، الله يكرمكم يا جماعه بلاش فهلوه، ركز في الرسمه. ادي الامتداد الشعاع اهو، بص حضرتك خط متقطع اهو، بص حضرتك المسطرة فين؟ انا امتداد الخط اهو متقطع اهو، اتفقنا كده يا شباب؟ اول ما يتلاقي الشعاعين هنا ستوب، وقف اهي، بص حضرتك ايوه بالشكل اللي انت شايفه. انت خفيفه شويه كده يا فندم، والزياده حضرتك ايه هتمسحها بالاستيكه بتاعتنا، ادي الاستيكه، اوكي يا شباب. ادي الجسم حضرتك اهو، ادي الصوره. ايه بقى الصوره دي يا فندم؟ اهي زي ما حضرتك شايف الصوره، هنا خواص الصوره مالها يا جماعه؟ تقديريه. اشمعنى؟ لانها تكونت نتيجه تلاقي امتدادات الاشعه.
التقديرية يبقى معتدلة، هي دائما الصورة التقديرية دائما معتدلة. في الحالة دي مصغرة ولا مكبرة؟ لا مستر دي مكبرة. طيب موضع الصورة فين؟ خلف المرآة. موضع الصورة فين يا شباب؟ خلف الايه يا جماعة؟ المرآة. طيب هنا بقى برضه في حتة عايز اقول لحضرتك عليها. مستر الرسمة دي بلاقي فيها صعوبة، باجي اعمل امتداد الاشعة ما بعرفش، صح كده؟ اقول لحضرتك نعيدها تاني عشان خاطر سواد عيونك. بص يا باشمهندس، بص يا دكتور، يلا بص بقى انا هرسم سريعا على اساس انك ايه راجل زي البطل اهو فاهم. يلا ناخد اللي في النص شويه من فوق بعد اذنكم. اهو ادي هنا قاف. يلا يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. المحور الاصلي عند الخط بتاع التلاتة، عند الخط بتاع الستة، ادي ب وادي ميم. الجسم نعمل الخطوط الجميلة دي. يلا خد شعر موازي. يلا يا بطل ينعكس مرة بالبقرة، وما تشيلش مسطرتك يا جميل، خد الامتدادات معاك اهي، يبقى انت كده ريحت نفسك. خد شعر مرة بمركز الايه التكور. بص يا باشمهندس اهي، خد الامتدادات بتاعتك اهي، بس الزيادة بس سكتنا الجميلة تمسحها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. ادي اهي يا فندم، ادي الجسم وادي الصورة. اتفقنا كده يا رجاله؟ في اخر حاله بقى بسيطه قوي دي قليل بقى انها تيجي يا شباب. ايه بقى الحاله دي يا حبايبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان الجسم بعيدا جدا عن المرآه المقعره، عارف زي ايه يا باشمهندس؟ زي ما اكون كده انا بستقبل اشعه الشمس على المرآه المقعره. فايه اللي بيحصل يا فندم؟ بتيجي الاشعه متوازيه. ادي هنا قاف. نفس المبدا بتاعنا يا حبايبي. اهو. اوكي. ثواني ما حسبناش بيه. عند الخط بتاع ب وادي قاف ادي ميم اسف. اوكي الجسم بعيد جدا، فهاخد يا شباب اهو مش ده المحور الاصلي، هاخد اشعه متوازيه. بص حضرتك اهي الجسم بعيدا جدا عن سطح المرآه، تمام؟ هاخد اشعه متوازي اهو، متوازي اهو. بص يا شباب المحور الاصلي تقله شويه عشان تميزه. اوكي اشعه متوازي اهو كمان، اشعه متوازي اهو كمان. شفت يا باشمهندس؟ سقط شعاع موازي للمحور الاصلي، ايه اللي بيحصل له يا فندم؟ طبيعي جدا من مبدا واحد هينعكس مره بالبؤر. بص حضرتك اهو الشعاع الاولاني هو يا باشمهندس، حط سن القلم هينعكس يمر به. الشعاع الثاني ينعكس يمر به. الشعاع الثالث اللي من تحت بقى ينعكس يمر به. الشعاع الرابع ينعكس يمر به. ايه يا مستر ده؟ ايوه يا فندم، عندما تكون الجسم على بعد اكبر او بعد كبير جدا من الايه؟ المرآه المقعره، تتكون الصوره عباره عن ايه؟ حقيقيه مصغره جدا، عباره عن نقطه. فين يا فندم؟ عند البؤر. فين يا باشمهندس؟ عند البؤر، على بعد يساوي البعد البؤري. بكده يا حبايبي بفضل الله احنا مع بعض خلصنا حالات ورسم الصوره. مع تحياتي استاذ طارق بسيوني. بالتوفيق، ربنا يحفظكم يا رب. ركزوا في الرسومات، ركزوا في ثالثه اعدادي، ثالثه اعدادي سنه مهمه جدا. ربنا يحفظكم، عايزين نشوفكم دايما ابطال. يلا حبايبي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.